وصلت زحر عنده ونزلت وهو كيشوف فيها من راسها حتى لرجليها. ما ينكرش أنها كانت كتبان زوينة وهي لابسة كلاس، ولكن في نفس الوقت ما باغيهاش تبقى تلبس هكا. سلمت عليه ودخلت ولقات الماكلة محطوطة، جلست كتاكل وهي كتشوف فيه. قالت ما غتاكلش. شار ليها براسو يعني لا، وهي تنوض جلست فوق من رجليه. جرأتها معاه ديما كانت كتعجبه. جلست وبدات كتشوف فيه وهي تقول دوق من ايدي هادي. سيف شاف حتى عيا وهو يحل فمه كيتسناها تعطيها له، حتى قرباتها لفمه وهي تاكلها وباستو في فمه. وسط البوسه ابتسم سيف وشدها من خصرها، هزها فوق الطبله وضرب داكشي كامل اللي كان محطوط فوق منها. التباصل تهرسو قفزات سحر. يلا غدا تهدر هو يتكيها فوق الطبله وتلاح كيبوس فيها وكيعض، وفي نفس الوقت كيحل صدايف قميجتها وهي حيدات له التيشيرت ومشات بايدها باغا تحل السروال وهو يحبسها. قال لا. قالت له علاش؟ قال غدا تندمي. وهي تقول خليني ندم. ابتسم وقال قلبتي عليها. ويلاه بغت تبدا حتى سمعوا صونات ديال الباب وهو يقول لها سيف طلعي الفوق. سحر كانت عريانه ومشى سيف هز تيشيرتو ولبسو ليها وهو يقول نزلي هكا نقطع عليك رجليك. مشات سحر حفيانة وطلعات، ومشى سيف حل الباب وهو يلقى شريفة. قال اش كديري انتي هنا؟ جاوبته الحاجة صيفطاتني نجيب ليها شي حوايج، كانت نساتهم اخر مرة جات هنا. قال سيف الدين علاش؟ الخدم فين مشاو باش تصيفطك انتي؟ وهي تقول شريفة ما عرفتش سولها. شاف فيها سيف من رجليها حتى راسها ودخلها. سحر غير سمعت صوتها وهي تعرف باللي شريفة ما ناوياش تجيبها على خير. طلعت النفس ونزلتها باش ما تعطيهاش شنو بغات، ومشات للمرايا وهي تشوف المصات في عنقها، وزادت فوق منهم شوية العكر من الماكياج ديال سارة اللي لقاتو في بيتها حتى ولاو باينين، وصرفقات راسها شوية باش تبان حمرة، ورقات صوتها وهي تقول سيف شكون جا؟ شريفة سمعت صوتها وهي تدور عينيها في الدار، بان لي هزاج مهرس والطبلة مقلوبة وحوايج سحر مزلعين. بقات غادة حتى زادت الفوق بعينيها وهي تبان ليها سحر نازلة ولابسة غير تيشيرت ديال سيف وعنقها كله مطبع. حناك شريفة حمارو في البلاصة وهي تعتذر منهم وطلعات تجيب داكشي اللي جات على ودو. سحر بقات متبعها حتى مشات، وسيف متبع كل شي. حك نيفو ابتسم وشد سحر من خسرها وهو يقول اه عليك شني ولا شي حروب عندك في هذاك الراس. قالت انا لا. قال قرب ليها حتى سرق بوسة وزاد واحدة اخرى وهو يعضها حتى غوتات وتسمع الغوات عند شريفة وهو يقول اشنو قلت ليك على الحوايج المزيرين؟ سحر عرفات وتفكر ما جا ما يفكها منه، وهي تطير عليه ببوسة حتى هو كان عايق بيها. ونزلت شريفة وهي كتشوف فيهم، وكان سيف الدين مازال شادها من خصرها. قال لي جارد صيفتهم قبيلة سنين عيط ليهم. وهي تقول شريفة لا لا غدا نرجع بوحدي مع الشيفور اللي جابني. وخرجت وجلس سيف وسحر كيتفرجوا في شي فيلم حتى سمعوا الدقان بالجهد. خلى سيف سحر وطلب منها ما تخرج وهز سلاحه ومشى حل الباب. كانت شريفة وحوايجها مقطعين وفمها فيه الدم، وحدة عينيها زرق. غير شافت سيف وهي تطيح ليه في ايدي. سيف الدين ما عرف باش تبلع، في هذيك اللحظة هزها وسد الباب برجليه ودخلها.
سحر بقات كتشوف فيها وكتطلع حاجب وتنزل لاخر. سيف غير حطها وبدا كيشوف فيها وفي الضربات وهو يشوف سحر. قال حلي ليها درتها وشوفي كيفاش تفيقيها، انا جاي. مشى سيف الدين كيلبس تيشيرتو وهز سلاحه حطو مورا ظهره، وهي تشد ليه سحر في ايديه وقالت فين غادي؟ حيد ليها ايديها وقال غنشوف شكون اللي دار فيها هاد الحاله. قالت حباس واش حماقيتي؟ قال راجلها مات وهي دابا تحت مسؤوليتي. خرج سيف الدين وخلى سحر كتغلي. شافت في شريفه وهي تمشي لساكها، هزات ريحتها ومشات حتى لحداها وخشات ليها الريحه في نيفها، عاد رشاتها وهي تقفز شريفه وبدات كتحاول تنفس وتكح. قالت سحر هانتي فقتي. شريفه كتحاول تطلع النفس حيت الريحه خانقاها. قالت واش حماقيتي؟ حتى سمعوا الباب تحل ودخل سيف. مشات عنده سحر وقالت اشنو ترى؟ قال ما لقيت حتى واحد. سيف الدين مشى جلس حدا شريفه وقال اشنو ترى وفين الشيفور؟ قالت من اللي خرجت لقيته مشى وانا نمشي، وبداو عينيها كيعمروا بالدموع. تبعني واحد وبدا كيتبسل عليا. قالت سحر كيتبسل عليك وانتي لابسه الابيض، غريب. خنزر سيف سحر وهي تسكت وقال كملي. قالت صافي، ملي ما بغيتش نمشي معاه ابدا كيضربني، وانا نلقى واحد الحجره حدايا وضربته وهربت. قال لي سيف الدين ملي ما لقيتيش الشيفون كنتي ترجعي غنعيط له. شريفه بقت ساكته وكتفرك في صبعانها، وحتى سيف ما بغاش يزيد يضغط عليها وقال المهم ها هي سحر غدا توريك فين تنعسي، حتى الغدا ونشوفو هاد الحريره. سحر شافت في سيف ويلاه بغت تنطق وهو يسكتها بشوفاته. شافت في شريفه وقالت لها طلعت بعيني، وعطاتها البيت اللي حدا بيتها واللي كان بيت ساره، وقبل ما تخرج دارت ليها بايديها حركه كتعني رعيني عليك وغمزاتها وخرجت. خلاتها سحر في بيتها ونزلت عند سيف اللي كان موقف الفيلم وكيتسنى في سحر بحالنا ما ترى والو. مشات عندو جلسات في بلاصتها ورجعو خدمو الفيلم. وفي مكان اخر جالسه خالت سحر والمهدي وقدامهم واحد الشخص لابس كحل. قالت لطيفه جربت كل شيء ولكن ما عرفتش باش مهدينها، داكشي علاش عيطت لك، الا كان بامكانك تعاوننا. قال الشخص اشنو المطلوب مني؟ وهو يقول المهدي بغينا سحر تحقد على سيف ولا اي حاجه، المهم هو تبغي تهرب من تما وبلا ما تشوف موراها. هو يبتسم هذاك الشخص وقال مرحبا ونمشي عند نور الدين. نور الدين كان جالس في داره وهاز فوطه فيها الثلج وكيبرد بها راسه وعينيه حمر، وهاز في الايد الاخرى صوره سيف الدين وكيشوف فيها، هز بريكه وهو يشعل فيها العافيه وبقى كيشوف فيها حتى ولات رماد. بقاو جالسين حتى سمعوا غوات شريفه الفوق. طلع سيف الدين كيجري وسحر طالع موراه بشويه، غير وصل ولقى شريفه ناعسه ولكن كلها عرق وكتخربق في نعاسها. بدات كتغوت كتقول ما تقيسنيش بعد مني. سيف الدين جلس حداها كيفيق فيها حتى ناضت مفزوعه وطارت عليه بتعنيقه، وهنا سحر تيقنات باللي شريفه ما ناوياش على الخير. سيف الدين ديك الساعة حيد ليها إيدها وبعد وقف ومشى حدا سحر وقال ما كاين والو غير كتحلمي. شريفة بدات كتبكي وقالت خفت ما قدرتش نعس بوحدي، غير كنسد عينيا وكيبان ليا نفس الشخص. سحر همسات في ودن سيف الدين وقالت له غير سير أنا غدا نعس معاها، وهو يجاوبها سيف الدين لا. قالت واخا غير سبقني انا جايه. سيف الدين قال ما عندك منهاش تخافي هنا،
كابوس وفات. صبحي على خير. وشاف فيها وجر سحر معه وهي تقول له سحر. واش حماقيتي؟ مالي غدا نهرب؟ قال مراتي ما كتبت حتى في بلاصه من غير فراشها. سحر شدات له حناكو بجوج وجمعات ليه فمه على شكل بوسه. خنزر فيها سيف ولكن سرعان ما ابتسم وجرها البيت. دخل وهو يتكنيشا حس براسو عيان. قالت سحر عيان؟ قال ليها اه. ومشات للدوش طلقات الماء باش يعمر ودارت الخزامه وزيوت غدا ترخيه. وخرجات عندو لقاتو ساد عينيه وناعس على كرشو. مشات حداه وبدات كتطلع يدها مع ظهرو. قالت نوض الدوش باش ندير لك مساج. غير سمع مساج وهو ينوض ودخل الدوش. سحر غير دخل ومشات لبسات شوميز من لي شوميز اللي لقات وهي كتقلب في بيت سارة. وهزات زيت لقاتو في الحمام وحطاتو قريب ليها. سيف الدين خرج من الدوش لاوي على نصو فوطة. وسحر كتشوف فيه حتى صونا ليه التليفون. هو يقول الكارد سيدي لقينا ناصر. سيف الدين جاه صوت غريب وقال انت كارد جديد؟ جاوبو ايه سيدي. قال سيف الدين انا جاي. سحر طرطقات عينيها حتى للحد وهي تقول فين غادي في هاد الوقت؟ قال ليها خاصني نقضي شي غراض. بقات كتشوف داكشي اللي وجدات وكتحسر. وهزات فيه عينيها وقالت ما تمشيش. دار سيف شاف فيها ونفس الشوفة ونفس اللقطة تعودات قدام عينيه. الشوفة نادية قال خاصني نمشي. وجلسات سحر فوق من ناموسية وهي خاطرها مغير. أما سيف دخل الدريسينغ ولبس حوايجه وخرج ولقى سحر جالسة وحاطة إيدها على حنكها وقال سدي عليك الباب وما تحلي لحتى واحد. سحر قالت له واخا وهدرته وخلعاتها. بقيت متبعاه بعينيها حتى مشى هز سلاحه وخرج من البيت. داز نيشان عند شريفة طلع عليها ولقاها ناعسة وهو يعود يسد الباب. وكي سد الباب حلات عينيها ونزل لتحت وهز سوارته وخرج. وغير نزل سيف وهي تجمع داكشي اللي كانت حاطة وهزات كتاب وبدات كتقرا فيه. كانت هكاك حتى سمعات شي حاجة تهرسات لتحت. لبسات بينوارها ونزلات في الظلام كتقلب على منين تشعل الضو ديال الصالة لتحت. نازلة وهي كلها خوف. فوبيا الظلام اللي عندها كتخليها تبلوكا وما كتبقى تفكر في والو من غير بلاصة الضو فين جات. قات غادة بشوية وكتقلب منين تشعل الضو. بان ليها خيال دات من قدام الشرجم. تجمدات في بلاصتها ونطقات بصوت خايف. قالت سيف وما كان حتى جواب. كي تسمع غير ثقيل. مشات بشوية والرعدة شادها باش تسد البالكون وغير سداته وبقات راجعة باللور حتى دخلات في شي واحد وهي تغوت. قالت شريفة واش حماقيتي؟ ليش كتغوتي؟ سحر جلسات على الفوتيه كترد نفسها وكتبرد الخلعة اللي شلات ليها الركابي وهي الدور عند شريفة وقالت علاش نزلتي؟ قالت لها شريفة جاني العطش ونزلت نشرب. وهي تقول سحر وعلاش نازلة في الظلام؟ وهي تقول شريفة حيت مول فنمشي فيه. ربعات سحر يديها وبقات كتشوف فيها شحال. وهي تقول مشات منك الخلعة. قالت لها شريفة ديالهاش. سحر ابتسمات وقالت دغيا نسيتي ديال داك اللي تعرض ليك. وهي تقول شريفة اه شوية. سحر ابتسمات وقالت كانت عندي واحد صاحبتي احتى هي طرا ليها نفس البلان غير هي بالعاني كرات اللي دير فيها ديك الحالة باش تبقى في صاحبها. ساعة انتي طرات ليك تبصح اكيد انتي ما غاداش تكوني بلا نفس حتى لديك الدرجه ديال هاد صاحبتي وبلا عفه وبلا حيا. سحر طلعت حجبها وقالت اه انتي بحالها. شريفه صبرها بدا كيتقادى. قالت الا بغيت نقصد ماشي بحالها. قالت سحر داكشي اللي قلت حتى انا وحده باقه لابسه البيض ماشي ديال هاد الفعايل دبنات الزنقه
إيوا والله يهديهم وصافي. شريفة بقات كتشوف فيها وسكتات، أما سحر باقا ما بردات من الفقصة اللي ركبت فيها اليوم، وبقاو هكاك حتى كيسمعوا التخرشيش برا. وهي تقول شريفة: أنا غدا نخرج نشوف شكون. قالت لها سحر: لا، وصاني سيف ما نحلوش الباب. وباقين كيهضروا حتى شموا ريحة ليسانس عاطية بزاف. وهي تقول سحر: إيش هاد الشي؟ شريفة كتشم وهي تقول: ليسانس. يلا كملت هضرتها وشافوا خيال لاح بريكة في الأرض اللي ما كاملاش رمشت عين، وكانت العافية محاوطة الدار كاملة. وفي دار المهدي كانت ناعسة في غرق النعاس، احتى حلمات بسحر كتجري وتابعينها الكلاب. بقاو تابعينها حتى بقى غير واحد. مشات كتجري ودخلت لواحد الدار وسدت عليها باش ما يقدرش الكلب يدخل ليها. بقات كتطل عليه حتى مشى، ولكن ملي بغات تحل الباب ما بقاش باغي يتحل، وبقات محبوسه في ديك الدار. وعلى هاد الحلمه ناضت خالد سحر قافزه وكتبكي. خرجات وهي كتستعيد من الشيطان، وبقات كتمشي وتجي وسط الدار حتى دخل المهدي. قال ليها: مالكي؟ لطيفة جاوبته دموعها نازلين: سحر عندها شي مشكلة، ولا غادا توقع ليها شي حاجة. قال المهدي: كيفاش؟ شكون قالها لك؟ قالت: أحلمت بيها تابعينها الكلاب. وهو يقول المهدي: غير كابوس خايب، راها في واحد الدار في الجبل مع راجلها ولباس عليها. قالت له لطيفة: وانت منين عرفتي هاد الشي؟ قال لها المهدي: داك السيد قالها ليا فاش كان خارج. لطيفة بدات كتبكي والدموع مازالين في عينيها. قالت: قلبي ما مهنينيش يا ولدي، انا ماشي امها، ولكن قلبي كيحس بها. اما سيف الدين كان سايق اللوكاليزاسيون اللي وصلته في التليفون من عند هذاك الجارد، حتى وقف بالطوموبيل بحال لا شي حد صرفقه، وهو يرجع البلان كامل من الاول. ناصر بين دابا، والقارد اللي معيط ليه في هذاك الوقت واخا هو مانع عليهم يعيطولو في الليل، وسحر اللي بقات بوحدها في الجبل بلا حماية ولا قارد. جبت تليفونه بالزربة ودوز أبيل لواحد من اللي قارد اللي عنده. قال له: وي سيدي. قال له سيف الدين: ناصر لقيته؟ جاوبه القارد: مازال كنقلبوا عليه. اقطع سيف الدين ديك الساعة ودار بالجهد كيضرب ايدو بالجهد مع البولون وكيقول: مات. وبقى سايق بسرعة جنونية، وباقي كيزيد في السرعة، وفي عقله كلمة واحدة هي: ما تمشيش. مرة كتجيه صورة سحر من اللي قالتها، ومرة كتجيه صورة نادية كيدوزو قدام عينيه بحال شي كاسيطة كتعاود. حمزة كان في القصر كيحاول يعيط على سيف، ولكن ما كيجاوبوش. وفي الأخير هز جاكيطة ولاحة عليه وهز سوارته وجا خارج. وهي تقول الحاجة: خارجة ولدي. جاوبها حمزة: آه الحاجة. قالت: غادي عند سيف الدين. وهو يقول حمزة: لا، بغيتيني نمشي عنده؟ نمشي. قالت له الحاجة: لا 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 ولدي، حتى الغدا وراه يجي ونشوفه. خرج حمزة وكان غادي باتجاه السبيطار. وفي الدار اللي في الجبل كانت سحر طايحة في الأرض وسخفانة، أما شريفة كانت حداها وحالتها ماشي حسن من حالة سحر. ادخل واحد الشخص بصعوبة وهو رد البال لطيح عليه شي حاجة، هز شريفة بصعوبة حيت جسمها كان مرخي على الاخر وجرها لبرا، دخلها للطوموبيل وكسيرة، وخلى سحر مليوحة وسط العافية وهي شبه جثة هامدة. سيف الدين وصل من بعد وقت للدار، ولكن داكشي اللي شاف خلى كيانه يتزعزع. ما عرفش امتى سكت الطوموبيل وامتى نزل منها ولا وقتاش وصل. دخل وهو مغطي راسه بايديه وكيقلب بعينيه عليها وكيغوت بسميتها. بقى كيعيط حتى بح وقلب حتى عيا، ما حس الا بحمزه كيجرو كيغوت: سيف الخشب غيب دا يطيح، خاصنا نخرجو. سيف الدين كيغوت بحرقه كيقول: مراتي يا حمزه، مراتي، خاصني نلقاها، مراتي يا حمزه. قال له حمزه:
وراها ما كيناش هنا، خرج اخرج. جروا بالجهد ونزلوا لتحت. كي خرجوا من الدار بداو كيشوفوا في الخشب كيطيح. دار حمزة والقاسيف طايح على ركابيه وكيشوف الفراغ وقال ماتت ماتت، مشات كيف ما مشات نادية وما قدرت ندير والو. ومشى حمزة عنده وبدا كيحاول يوقفه. سحر بصوت متعب كتقول سيف. دار سيف شوية وهو حال عينيه وما متيقش شنو كيسمع، واش صوتها ولا جاب ليه الله. احتكت باليه جاية عنده وجهها نصو بحال بالدخان ديال الحريق وحوايجها حتى هما. سيف الدين مشى جهتها وهو مازال ما مصدقش، بدا كيقيس ليها وجهها وكيتأكد، وغير تيقن باللي ما كيتخيلش ضمها عنده وزير عليها. حتى بدات كتأوه ولكن ما كانش قادر يرخي عليها. حتى هي بدورها دورات يدها على كتافه وعنقاته. رسمات ابتسامة متعبة على وجهها وبعدات عليه شوية وهو يرجع يقرب وشد وجهها وباسها بالجهد ناسي وجود حمزة. باس ليها راسها ولا عليها جاكيتو وقال الحمد لله. سحر قالت له اديني من هنا، وغير كملات جملتها وطاحت سخفانة. هزها سيف الدين ودور وجهه كيقلب على حمزة، حتى لقاه واقف وحداه المهدي اللي حوايجو ووجهه كحالو حتى هو. وخالد سحر لعينيها باينين منفوخين بالبكاء، كانوا تما من الاول ولكن عينين سيف كانوا كيشوفوها غير هي. وهي تقول لطيفة غنديوها لداري، انا ما يمكن لياش نغامر ببنتي كتر من هكا. سيف الدين كان تفكيره كامل مع سحر وما عندوش الخاطر بمرة باش يتناقل. دار خالتها حركة باش تطلع معاه، واللي ركبت اللور والمهدي طلع حدا سيف القدام. اما حمزة مشارك في طوموبيلته وتبعهم طول الطريق وهما غير ساكتين. وسيف كل مرة كيضرب عينه على المرايا وكيشوف سحر. شعور الخوف اللي حس به اليوم ما كيعلم به غير اللي خلقه. وخا هو ماشي من النوع اللي كيبين مشاعره، ولكن عينيه وتعابير وجهه دقات قلبه المتسارعة والتنفس ديالو اللي ضاق عليه، كل شي فيه كان كيبين خوفه عليها أو بالأحرى خوفه من خسارتها. لطيفة ردات البال باللي الطريق ماشي طريق دار المهدي، وهي تقول فين غادي؟ راه قلت ليك بنتي غدا تمشي معايا. سيف الدين بقى غير سايق وما كيجاوبش، وهي كتنقر حتى اللحظة اللي فرانة بالجهد. وهو يقول سمعيني مزيان، أعصابي بالزز بشادهم، إذن يا إما غدا تسدي فمك ولا تنزلي، مراتي وأنا حر فيها، جيبي اللي بغيتي، جيبي حتى البوليس، ما كاينش اللي غيحيدها ليا. لطيفة غير شافت تفاصيل وجهه الجدية وهي تسكت، على الأقل غدا تقدر تبقى مع سحر حتى تفيق. المهدي بغى يتدخل ولكن فضل حتى هو يسكت حتى يشوف هاد الحريرة فين غدا تسالي. شوية كانوا قدام الكلينيك، وقف سيف الدين بالطوموبيل وداز نيشان اللور عند سحر وهزها بين إيديه ودخلها، وهو كيغوت على الأطباء اللي في لمحة بصر تجمعوا عليه. وبقى كيشوف فيها حتى حس بشي ايد في كتفه كتطبطب عليه. قال له حمزة سيف يلا نخرجوا برا، غير يساليوا معها وغيعلمونا. قال سيف الدين لا. بقى ساكت وكيشوف فيه وهو كيمشي ويجي، ومرة مرة كيهز راسه يتأفف وكيحك لحيته. المهدي قال تقدروا تمشيوا احنا هنا. حمزة شاف في المهدي ودار دغيا شاف في سيف الدين وهو كيطلب الله يكون ما سمعوش. سيف الدين دار بشوية ومشى حتى قرب المهدي حدا وجهه وقال له عاود اشنو قلتي ما سمعتكش. وقرب واحد الواد في الخلا، جوج الصيادة راجعين في حالهم وكيهضروا، حتى عكلات واحد فيهم شي حاجة. ضووا بالبيل وكتبان لهم رجل، وتقدم واحد منهم وشاف كان شاب ذو بنية قوية لابس كل شي كحل، وجهه مضروب. وهو يقول الراجل الأول واقي لميت. تحنا الراجل الثاني يشوف النبض وهو يقول
لا ما زال عايش، خاصنا نسعفوه، قال له الراجل الأول. لا لا لا، أنا ما قاد على سير واجي في الكوميساريات، يلا في حالنا. المهدي جاءوا بسيف، قال من الأفضل تمشيو غير باش ترتاحوا، حيت خالتها معاها. سيف الدين في لحظة كان هاز المهدي من عنقه وملصقه في الحيط وقال له اسمع السي، غاتوزن معايا هضرتك ولا ندفنك واقف. هاديك اللي لداخل مراتي، وإلا كان شي واحد خاصو يمشي راه هو انت. والمهدي اللي حتى هو بينيتو ما كانش يستهان بها، دفع ليه ايديه بالجهد حتى وقف على رجليه وبدا كيكح وقال مراتك عليها كنتي معاها ملي كانت كتخنق في قلب دارك، مراتك عرفت تحميها، بقات في مراتي. جاوبو حمزه شت، وفي لمحه بصر كان حمزه شاد سيف اللي تلاح على المهدي كيضرب، لدرجه ان المهدي ما بقاش لقى الوقت فين يهز ايده ولا كيحاول غير يبعد ويحمي راسو، كيطيح ويعاود يهزو وكيدخل فيه براسو حتى كتجيه الدوخه وكيفقد توازنه ويرجع يشدو ويوجه ليه ضربات لوجهه. حمزه كيجر بكل قوته وكيقول سيف سيف بركه بركه سيف. سيف الدين كيغوت على حر جهده وقال والله حتى ندفنك، رجع كيضرب فيه بكل قوته حتى طاح المهدي للارض. وعند شريفه، شريفه حلات عينيها كتلقى راسها بدار خوها، كتحاول تنوض وقالت اشنو وقع. نور الدين اللي كان جالس قدامها قال اشنو كنتي كديري في دار سيف. شريفه بحال عاد تفكرات اشنو طرا وناضت بسرعه كتغوت بسميه السحر. شدها نور الدين بالجهد وقال جلسي الارض وسمعيني سحر بخير. استغربت شريفه وهي تقول وانا كيفاش وصلت لهنا وانت باش عرفتي هاد الشي؟ تردد نور الدين وقال انا اللي حرقت الدار، شاف فيها وكمل ولكن والله ما قصدت. شريفه غوتات وقالت كيفاش اويلي وعلاش. بدا نور الدين كيعاود ليهاش دار فيه سيف وكيوريها الضربات اللي في وجهه اللي عاد انتبهات ليهم، حاول يقنعها باي طريقه انه فقط رجع ليه الصرف وقال كنت سكران وما واعيش براسيش كندير. غوتات شريفه وقالت وما خفتيش عليا من اللي درتي هكا؟ نور الدين شد راسو ونزلو قال ما كنتش عارفك تما، اندمت على شنو درت، اصلا كنت سكران. شريفه كتشوف فيه بنظرات شك وقالت عندك شي علاقه بموت ناديه؟ نور الدين كيدور راسو رافض الفكره وقال لا لا انا ما عندي حتى شي علاقه، واش حماقيتي؟ شافت فيه شريفه وناضت نيشان البيت الاخر اللي كتجلس فيه مخلياه كيتعرق. خرج الطبيب وقال حالتها مزيانه لكن ضروري تبقى تحت المراقبه، كنت عطلت غير شويه كون ماتت مخنوقه. قال حمزه دابا الحاله مستقره ما عندناش منهاش نخافو. جاوبوا الدكتور لا ولكن من الافضل تبقى تحت المراقبه حتى الغداء ان شاء الله. اشكر حمزه الطبيب وهو كيحاول ما امكن يتجاهل خالد سحر اللي عيطات على البوليس باش يجيو يديو سيف الدين على ما دار في المهدي. كون ما رئيس الدائرة تعامل وفضل أنه يدمس القضية، وحتى الطبيب رفض يعطيهم تقرير على حالة المهدي، وداك الشي كان بطلب من حمزة. دازت مدة وفاق سيف وهو كيحاول يتفكر شنو واقع حتى دخل عنده حمزة. سيف الدين هو كيحاول ينوض وخا مازال شده الدوخة، قال سحر. حمزة قال له حالتها مستقرة وغادي يخليوها تبات هنا. جاوبوا سيف الدين علاش لبياتا من اللي حالتها مستقرة؟ قال لي حمزة راه غير احتياط وصافي. سيف الدين كيطرطق في عنقه قال خاصني نشوفها. قال حمزة واش فراسك المهدي صيفطيه إنعاش؟ هو يقول سيف الدين
علاه باقي عايش؟ قال له حمزة، واش من نيتك الصاد؟ تفطيتي ولا مالك؟ ابقى تحبس ايديك شوية. قال سيف الدين، مازال ما خلاقش اللي يبقى يحكم فيا ويأمرني. كنت جامع عليه بزاف وهو زاد فيض الكاس. انطق بهاد الكلام وناض ومشى عند الصحر اللي كانت ناعسة وهي شاحبة. شافها سيف الدين وهو كيتحسر وكيتفكر من اللي قالت له ما تمشيش. مشى شد ليها في ايدها وخالتها كتشوف فيه، وكون كانوا عينيها قرطاس كون قتلاتو بيهم. قال ما تخلينيش. وهو يقول حمزة، سيف بركة يلا في حالنا. قال له سيف الدين، انا السبب. وهو يقول حمزة، اللي عطى الله عطاه، ما غادي تبدل دابا والو. لطيفة كتشوف فيه بنظرات حقد وهي تقول خرجوا برا. سيف الدين صمك ودنيه ودار راسو ما سمعهاش وسكت. طلع النفس ونزلها وقال، حمزة اديها وسير للقصر. ما كاين علاش تبقاو هنا؟ وهي تقول لطيفة، كيفاش ديها؟ واش انا غدا نخليها معاك باش يطرى فيها شي مصيبة اخرى؟ وذاك القصر ما غنجلسوش فيه مازال. تكون عندك شوية النفس وخلينا نمشيو في حالنا. واش بغيتيها تموت كيف ما مراتك الاولى؟ عاد تبرد. سيف الدين بدا كيهضر تحت سنانه وزير على ايديه وقال ديها. مشى حمزة كيجر في لطيفة وهي تحيد من ايديه وقالت طلق مني انا ما غدا فين. ناض سيف الدين في لحظات كان زاد حام على الحيط وهو يقول، سمعيني مزيان، لا انتي ولا داك النعيوه اللي محزمة بيه، ندفنكم وانتو محيين. انا ما معشوقش فيك تمشي لداري ووسط عائلتي، ولكن على قبل صحر ما غاديش نخلي خالت مراتي في هاد نصاصات الليل تمشي بوحدها وتبات في دار بوحدها وهي غريبة على المنطقة. إذن تقاي شري وما تشوفينيش سكت وتطلعي فوق راسي. غتمشي مع حمزة ولا والله داكشي اللي غادي يطرى ما غيعجبكش. وعلى وجه مراتي قريت فيك حسنة، فضلات تسكت وتمشي. ومشات لطيفة مخلين سيف واقف من بعيد وكيشوف فيها. ما تستاهلش ما جرى ليها، يمكن غلط من اللي من نهار الاول تزوج بيها، ولكن في نفس الوقت دابا ما يمكنلوش يخليها. بقى وقت طويل وهو كيشوف فيها، حتى هز كرسي ومشى جلس حداها وشد في ايديها ورجع راسو للور كيتفكر. وفي القصر ناعسة خالت سحر وهي كتفكر ذكريات أليمة دازت في ماضيها وقاسية. نرجعوا للور، كانت ناعسة في الناموسية ودايرين بها جوج عيالات في دار جات معزولة. لطيفة كتبكي وما قداش تحرك وكتقول الله يخليكم وريوه ليا. كان واحد الشخص كيطبطب ليها على كتافها وقال، أبنتي انهاك الله صافي راه مات. لطيفة كتبكي وكتقول ما مات ما مات، أنا سمعت صوته. أنا رجع. وهي مازال كتفكر حتى دخل عليها واحد الشخص. لطيفة مسحات دموعها وقالت، أش كدير انت هنا؟ قال علاش كنتي كتبكي؟ وهي تقول لطيفة، أخرج برا. قال ليها أنا. وهي تقول انت شنو؟ وكتشوف فيه بنظرات حقد، عمري في حياتي ما ننسى شنو دوزتي عليا، ودابا كيف ما من نهار جيت لهنا دايره راسي ما كنعرفكش حتى انت دير هكا. اخرج. شاف فيها الشخص مطولا وخرج، وهو كيحس بتأنيب ضمير رافقو لسنوات حتى للنهار شافها هنا. وبالرغم انه بين بحال ما كيعرفهاش، ولكن الداخل ديالو فاقد شي حاجه حاول يدفنها سنين هادي. وفي وحده من الديور وسط الغابه، امراه كبيره جالسه في كرسي كتبدل الفوطه كل ما سخنات فوق راس شخص ممدد في السرير. قال الصياد، واش نزلات شويه حرارته؟ قالت له المراه، شويه ولكن الجرح غادي يتعفن، خاصك تجيب لي شي عشوب. قال ليها الصياد، في هاد الليل ما غيبانش ليا، ما يقدرش يقاوم حتى الغدا. قالت له المراه، ما عرفتش يا ولدي،
غادي نحاول. أما حمزة كان جالس في بيته وهاز بيسي وكيراقب خدمته. احتاجت في بالو ديك الممرضة، فايت شايفها في القصر يمكن، ولكن شكون هو كيفكر حتى سمع الدقان. لبس تيشيرتو وخرج. قال سارة مالكي، كل شي مزيان؟ كتضرك شي حاجة؟ سارة حركات راسها بالنفي وهي تقول ممكن غدا ديني نشوف سحر إلا كنتي غادي للسبيطار. جاوبها واخا، بقات كتفكر. احتاج معات الوقفة ومشات عند خوها اللي كان جالس في الصالة كيشرب. حيدات ليه الكاس وقالت غدا غدا نرجع للقصر. ناضت باش تمشي وهو يشد ليها نورتين في ايدها، ومن عينيه فهمات شنو باغي. بلا ما ينطق قالت له شريفة ما تخافش، ما غنقول ليهم والو. جالس حداها وراسو مرجعو له، وحده كاس القهوة كحلة ومانع راسو من انه يغفى. ما باغي ترى ليها والو هاد المرة، ما عرفش واش خايف ولا احساسه بتأنيب الضمير حيت هو سبابها. انتقامه لنادية خلاه يخليها بوحدها بلا ما يفكر. كانت حاجة وحدة كتهمه، يعرف شكون مورا موت مرتو. ما كدبش النهار اللي قال فيه باللي نادية ولات كل لعنة في حياته، لا هو قادر يزيد القدام وينسى ولا يرجع باللور ويغير شنطرة. ما فايقو من شروده غير تليفونه اللي صونا. قال له الجارد سيدي لقيناها. قال سيف الدين فين؟